السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة أولى إعدادي نكمل شرح منهج اللغة الإنجليزية من كتاب البيبيت 2024 فصل الدرس الأول. والنهاردة إن شاء الله يا ولاد معانا فيديو حل تدريبات، هنحل تدريبات الوحدة التالتة يونت 3 الدرسين التالت والرابع. الفيديو اللي عدى شرحناهم، والنهاردة معانا فيديو الحل. عنوان الوحدة التالتة different people، ناس مختلفين. أول صفحة معايا في الحل يا ولاد صفحة 126. بذكركم إن أنا هنا بحل من بيت والمعاصر، كل الحاجات اللي محتاجينها موجوده في قائمه تشغيل الصف الاول الاعدادي. تعالى بقى، بيقول لك اكسرسايز اون فوكاب تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي نمبر 1. ا اور ان نوت بيرسون، هو شخص. ميكس جود ديسيجنز، ياخذ قرارات جيده. مين اللي بياخذ قرار صحيح يا اولاد؟ سيف، الامن. سنسبل، العاقل او الحكيم. سترينج، الغريب. ولا اكسايتنج، المثير. طبعا الحكيم بياخد قرارات ايه صحيحه. وي اوفن، نحن غالبا. جيت نوت، وين وي ار ان هابي، لما بنكون غير سعداء. اباوت سمثينج، حاجه احنا مش راضيين عنها. هنكون يا ولاد انجري، غاضبين. هانجري، جعانين. اسكاري، خائفين. ولا كليفر، ماهر. طبعا انجري، نغضب. بعد كده انوت بيرسون از اولويز دون سمثينج، حد دايما مشغول وبيعمل حاجه. ده من ده فرايتن، ده خائف. سكاري، مخيف. ولا بيزي، مشغول. ولا فري، متفرغ. طبعا دي ولاد مشغول. قال لك always doing something، ده من بيعمل حاجة. فري يعني متفرغ. A or an person knows a lot، شخص يعرف الكثير. مين اللي يعرف الكثير؟ الانجري، الغاضب. سكاري، المخيف. بورينج، المولي. ولا كليفر، الماهر. طبعا الماهر يعرف الكثير. 127 Not a person is happy، سعيد. To do something dangerous، to do something dangerous، من الشخص بيكون فرحان أو سعيد إن هو عمل حاجة خطيرة. Sensible، العاقل أو الحكيم. بيز، المشغول. بريف، الشجاع. اسكري، المخيف. طبعا إيه البريف اللي هو الشجاع. تبقى happy to do something dangerous. After I not my homework I like reading a book، بعد إيه واجبي بحب أقرأ كتاب. Make my homework، ولا جو، ولا سكور، ولا دو. طبعا يكون بدل واجبي، يعني ولا دو ماي هوم ورك، يعني اعمل واجبي. ذات بلاك دوج، الكلب الاسود ده. لوكس، يبدو عليه ايه؟ اي ام فيري افريد، انا خايف جدا. سنسبل، عاقل. سكاري، مخيف. كاليفر، ولا بيزي. طبعا سكاري، مخيف، انا خايف منه. مصطفى لفظ، مصطفى بيحب. ارت ات سكول، ارت في المدرسه. يمارس الرسم، او رسم يعني يا ولاد. doing، ولا making، ولا taking، ولا playing. طبعا بتاخد ايه الفعل دو يا ولاد، تبقى doing art at school. Alice had interesting not in wonderland، كان عندها ايه يا ولاد؟ شركة في wonderland. boards، لوحات. adventures، مغامرات. classes، فصول. ولا sports، رياضات. adventures، كان عندها مغامرات. a not is an online diary، مفكرة عبر الانترنت. بيبر، ورقة. بوك، كتاب. ولا بلوك، مدونة. ولا بلوك، طبعا يا ولاد مدونة. وي لايك نوت ماس ات سكول، ماس بتاخد فعل ايه يا ولاد؟ بيلدينج، ولا بينتينج، ولا بلاينج، ولا دوينج. طبعا دوينج ماس يعني حل مسائل حساب. نيفر نوت ات يور بيرنتس، احمد. بتعملش ايه في الوالدين يا احمد؟ شاوت، تصرخ فيهم. دامج، يتلف. هيرت، يؤذي. ولا شوك، يصدم. طبعا ايه نيفر شاوت ات يور بيرنتس، لا تصرخ في الوالدين. ذا نقط الذات بوك ار فانتاستيك، فانتاستيك يعني رائع. ايه يا ولاد في الكتاب ده رائع؟ بوستس، المنشورات. كاركترز، الشخصيات. ولا ايز، العيون. ولا سينشرز، القرون. طبعا كاركترز، كاركترز ار فانتاستيك يعني رائعين. شخصيات، شخصيات القصة او الكتاب. I don't want to watch this film، مش عايز اشوف الفيلم ده. اتس فيري، عايز اشوف الفيلم بقى. الفيلم ده ايه؟ بورينج، ممل. جود، جيد. هاي، عالي. ولا ستريت، طبعا بورينج، ممل. I go swimming not a week، I go swimming not a week. تو، ولا تويني، ولا توايس. ولا وان، توايس اويك يعني مرتين في الاسبوع.
يونس loves art، يونس بيحب الرسم. because he is good at، يجي بعدها ايه verb by energy، عشان جاي الفعل السويمنج السباحة shouting ولا running ولا drawing. واحد ايه بيحب الايه الارت، يبقى هو جاي في اولاد في الدرونج الرسم. مسز سما تيشرز بتدرس نوت ات اور سكول، بتدينا ايه ديت بلا حصر تاريخ تايم وقت ولا اور ساعة، تدينا ايه تاريخ. ماي هوبيز هواياتي ار ريدنج اند القراءة. وايه يا ولاد بوينتس ولا با ولا بوينتد ولا بوينت، سوري اسفة جدا، دي بوينتس نقاط، بينتد ولا بينت ولا بينتينج. طيب الهوايات اسمها يا ولاد ريدنج اند بينتينج. I won the race، أنا فزت بالسباق. يسر دي بالأمس، فنقول له إيه اللي يقول لك أنا فزت، تقول له إيه will do well done will did well done، طبعا well done يعني أحسنت صنعا أحسنت. I like doing sport، بحب أمارس الرياضة. I go swimming regularly بانتظام، carelessly بإهمال، quarterly يعني بإيه بجبن ولا badly. طبعا يا ولاد هناخد كلمة إيه، هناخد regularly بانتظام، منتظم في التمرين. نشوف صفحة تاني، أسئلة اللانجوج يا ولاد صفحة 128 128 بيقول لك ايه بقى. exercises on language، تدريبات على اللانجوج الجرامر. choose the correct answer from A B C or D number one. صلاح likes، قلنا بعد likes والenjoy والأفعال دي كلها بيجي فيها ال I N G أو اسم. likes video games when he is at home، هو في البيت بيحب ايه، بيحب الفيديو جيمز. play ولا playing ولا plays ولا to play، طبعا يا ولاد likes playing. بعد كده I quite like، انا بحب ايه لحد ما sports my favorite sport is tennis، بحب التنس. I quite like to doing ولا does ولا do ولا do، طبعا ايه like doing sport. not you like playing tennis، عاوز اسال يو، اسال بالدو ولا بالدز بقى، طبعا do you like، انت تحب ايه لعب التنس. I don't like painting، مش بحب الرسم او التلوين. but I love، لكن بحب ايه swimming ولا swim ولا to swimming ولا swim، طبعا I love swimming، بحب السباحة. 129 صفحة 129 مصطفى loves، عايزين فعل I N G art، doing ولا do ولا does ولا to do، طبعا ايه doing art. بعد كده 6 سوا is good at، قلنا good at و bad at تمام، و interested in يجي بعدهم فعل I N G. good at cloth الملابس، making ولا makes ولا make ولا to make، طبعا يا ولاد هناخد ايه making تمام، يجي بعدهم ايه verb I N G برضو. طيب do you enjoy، هل تستمتع، enjoy برضه يجي بعدها يا ولاد verb I N G. at home يبقى stay ولا to stay ولا stays ولا staying، طبعا staying. I like برضه like I N G. English stories reads ولا read ولا reading ولا to read، طبعا ايه يا ولاد reading. does she love cooking yes she، انا سألت بال does يبقى yes she does تمام، yes she does. نوع is bad at، bad at برضه فعل اي ان جي ولا verb اي ان جي. pictures to draw ولا drawing ولا draw ولا to draw، طبعا ايه يا ولاد drawing. حاجات سهلة جدا خدناها كلها فيديو الشرح. read and correct the underlined words، تعالى نصحح يا ولاد. بيقول لك I am not good at run، احنا قلنا ايه ولاد بعد good at verb I N G تمام، يبقى ده نخليها running بس هنضعف ال N مرتين تمام. running running. my brother اخي and I وانا don't like watch TV after school، like verb I N G تبقى liking sorry watching. we love go to the cinema ولا going، عشان بعد love برضو ايه i n g. طيب does your father like eat pizza، بعد like i n g تبقى eating. does your sister enjoy play tennis، enjoy i n g تبقى playing. واحدة جميلة جدا واحدة دي. does سامح like studying math yes he do، طب انا سألت بدس اجاوب بدو ليه، اجاوب بدس تمام. شوف بقى اي حاجة تاني نحلها.
صفحة 130 يا ولاد، 130 كده في النص كده، 130 130. دي يا ولاد General Exercises or Lessons 3 and 4، تدريبات الدرس التالت والرابع مع بعض. بيقول لك ايه بقى؟ نمبر 1 Complete the following dialogue، أكمل المحادثة الآتية. دينا introduces نهى to مايا، تقدم نهى، بتقدم مني يا ولاد نهى لمين؟ to مايا، إلى مايا. دينا: هاي مايا، this is my new friend نهى، هذه صديقتي الجديدة مين؟ نهى. تمام. مايا قالت لها: هاي نهى، مرحبا نهى، what do you have، ايه اللي معاك كده، ماذا لديك؟ قالت لها: a book. سألتها سؤال، قالت لها: نجيب محفوظ، عن نجيب محفوظ. yes I like reading stories. يبقى قالت لها ايه؟ a book، كتاب. يبقى رسالة تقول لها يا ولاد، او تكمل كلامها: a book، ها I اللي معاك كتاب، يبقى بيحب القراءة ولا ما بيحبش؟ بيحب. I like reading a book، أنا معايا كتاب I like reading. سألتها سؤال، قالت لها ايه؟ نجيب محفوظ. يبقى السؤال ايه؟ هو من الكاتب؟ هو روت، من كتب this book، هذا الكتاب. قالت لها نجيب محفوظ. سألتها سؤال تاني، قالت لها yes I like reading stories. قالت لها بقى: do you like stories، هل تحب قراءة القصص؟ قالت لها yes I like reading stories. what's your favorite story، قالت لها حاجة، قالت لها ايه؟ is it interesting، هل هي شيقة؟ قالت لها مثلا ايه يا ولاد؟ ممكن نقول my favorite ستوري، ايه قصتي المفضلة مني يا ولاد؟ Alice's Adventures in Wonderland، مغامرة أليس في بلاد العجائب. Is it interesting، هل هي شيقة؟ طبعا يقول لها yes it is. عملية الماس. السؤال الثاني: choose the correct answer from A B C or D. number one: the sharks، ليه؟ القروش، كرش شارك. we saw، اللي رأيناه، at the film، في الفيلم، we really can ايه، والقروش اللي شفناها في الفيلم كان مالها يا ولاد؟ scary، مخيفة، cheerful ولا cheap ولا low؟ يبقى scary مخيف، كانت مخيفة ولا تشيرفول مبهجة ولا شيب رخيصة ولا لو منخفضة؟ منخفض لو طبعا. الرز كورش مالها؟ اسكاري مخيفة. these not drawings made us laugh، رسومات ايه خلتنا نضحك يا ولاد؟ finally نهائي، fallen يسقط، ولا funny ولا flat؟ طبعا الرسومات المضحكة تجعلنا يا ولاد نضحك، funny. don't be لتكن، that cat is so friendly، هذه القطة ايه؟ ودودة. لا تكن ايه؟ don't be ايه؟ interesting ولا scary ولا cool ولا frightened؟ طبعا don't be frightened، لا تكن خائف. 131، 131 sailing على البحار، across the Atlantic، خلال المحيط الأطلنطي، is a great ايه يا ولاد؟ adventure مغامرة ولا appearance مظهر ولا character شخصية ولا personality شخصية؟ طبعا ايه يا ولاد؟ adventure مغامرة. بعد كده هو is not outside، بالخارج، it's me، انه انا، هو يو ولا هم ولا ات ولا يو، واحنا عارفين اللي بره، احنا مش عارفين، يبقى كده بالنسبة لنا شخص مجهول يا ولاد. ناخد ايه؟ ات، هناخد ات. هو از اوت سايد، من بالخارج، اتس مين، انه انا، عشان هو كمان جاوب ايه؟ بجاوب اتس، يبقى انا سألت بإيه برضه. this is an interesting story، هذه قصة يا ولاد شيقة. it has many ايه؟ blocks، characters، items ولا flags؟ طبعا قصة فيها شخصيات كتيرة. علا لايكس هيستوري، علا بتحب التاريخ، بيكون شي لافز لانها بتحب ايه؟ قلت اباوت ذا باست، عن الماضي.
learning تتعلم طبعا لفظ بعد لفظ learning ولا to learning ولا learned بعد لفظ يجي verb by ing تبقى يا ولاد learning. بعد كده he loves nature بيحب الطبيعة. he likes بيحب the trees and animals watching ولا watches ولا watch ولا is watching طبعا ايه likes برضو يا ولاد ing. kids الصغار usually like عادة بيحبوا يا ولاد they usually like colors بيحبوا الألوان sleeping ولا reading ولا playing ولا painting. kids usually like بيحبوا يا ولاد بيحبوا طبعا ايه بيحبوا اللي بيحب الألوان يبقى بيحب يا ولاد البينتينج. سوري اخترت غلط هي بينتينج اهي مشفتهاش كويس. بيحبوا الألوان يبقى بيحبوا يا ولاد البينتينج. بعد كده if you want to not swimming go to the beach روح البحر الأحمر enjoying ولا enjoy ولا enjoyed ولا enjoys. طبعا يا ولاد قالك اول ما تلاقي تو يجي بعدها infinitive يعني مصدر الفعل يبقى ناخد ايه enjoy. لو حابب تستمتع بالسباحة روح البحر الأحمر. read and correct the underlined words. number one he is good at playing tennis قلنا good at و bad at و interested in يجي بعدهم verb by ing يا ولاد يبقى نحط ing اللي play تبقى playing. two حسام is clever ماهر at clever at jumps high. طيب برضو كليفر ات يجي بعدها يا ولاد هنخليها فيرب اي ان جي تبقى جامبنج. tourists come to Egypt to enjoy visit the pyramids السائحين ياتوا الى مصر to enjoy بعد enjoy فعل اي ان جي برضو يا ولاد تبقى visiting the pyramids الاهرامات. فاكر بقول لك ايه اكتب موضوع عن ايه a character in a book or a film شخصية في كتاب او فيلم. فين ده الموضوع كلها بتيجي يا ولاد مجاب عنه في اخر ايه في اخر الوحدة اخر الوحدة يا ولاد البراغرافات جاية صفحة 143 a character in a book or a film شخصية في فيلم او في او في كتاب. تعالى My favorite book is Oliver Twist بحب Oliver Twist. It's about a poor orphan boy ده عبارة عن ايه ولد ايه ها يتيم. His mother dies when he was a baby when he is a baby لما كان صغير رضيع مامته ماتت. He lives 9 years عاش 9 سنوات with a bad woman مع سيدة ايه سيئة. He eats very little كان بياكل ايه اكل قليل جدا. He works hard وكان يعمل بجد. Thieves take him اللصوص أخذوه. They want to steal تمام. Oliver is a brave boy بس Oliver كان ولد شجاع. He leaves the thieves and lives with a good man ترك اللصوص وعاش مع راجل ايه ولاد جيد. In the end في النهاية he lives a happy life عاش حياة سعيدة. يبقى قابل ايه لصوص اللصوص أخذوه. زي وانت متوسل عايزين ايه يسرق فهو سابهم وراح عند ايه كان شجاع سابهم وراح عند راجل تاني. كده يا ولاد بفضل الله نكون انتهينا من شرح سوري من حالة تدريبية الدرسين التلاتة والرابعة من الوحدة التالتة اللي هي different people من كتاب بيت للصف الأول الإعدادي. الفيديو الجاي إن شاء الله يا ولاد نبدأ مع بعضنا شرح آخر درسين الخامس والسادس ونحل تدريباتهم برضو. بتمنى لكم نجاح وبر وتوفيق بإذن الله. كانت معكم مس هبة رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.